كابتن وائل جمعة صخرة الدفاع الذي وجد من يخلفه في مركزه وفي وصفه محمد عبد المنعم، سنحاول أن نتعرف منه على مستقبل الإعداد للمنتخب الوطني. كابتن وائل أهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامة. أهلا بيك، طبعا كان نفسنا نعمل أفضل من اللي اتعمل هو الفوز بالبطولة، إنما الحمد لله يعني زي ما حضرتك ذكرت كسبنا احترام العالم كله بالأداء والروح، وأثبتنا إن المصريين ما عندهمش يأس، لعيبة بتاعتنا أبطال حتى لو يتوجوا بالبطولة، إنما المجهود والروح والإخلاص والأداء اللي لعبوا بيه في البطولة، وده ظهر في 4 مباريات في 12 يوم، ودي معجزة في الكرة إن اللعيبة تلعب 120 دقيقة 4 مباريات على التوالي بالحجم والقوة، كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال. فالحمد لله كسبنا جيل عنده شخصية ممتازة بإذن الله نبني عليها. كابتن وائل، أنا مش بحب الكلام الملحمي اللي فيه مسحة عاطفية، لكن حالة الشجن عند حضرتك والعيون المغرورقة بالدموع باينة، وأنا حقيقة يصعب علي فهم أو تفسير حالة الضيق الشديد اللي باين على وجوه الجميع وباين على وجوه حضرتك، ليه؟ يعني هو يعني العين لم تعد مغرورقة بالدموع، حاجة بتبكي تقريبا. اللعيبة كنا محتاجين ان هم يفرحوا بالبطولة، تعبوا اجتهدوا ما فيش حد فيهم قصر، انما الحمد لله يعني اللي بيجيبه ربنا كله كويس، ربنا ان شاء الله شايل لنا حاجه افضل. يعني الافضل اللي الكل بيمني نفسه بيه المباراتين الفاصلتين امام نفس الخصم، امام المنتخب السنغالي، واحده في القاهره واخرى في دكار، هنعد للمواجهتين دول ازاي يا كابتن؟ لسه يعني طبعا ان شاء الله احنا لسه واصلين، وباذن الله هنقعد الفتره اللي جايه دي قبل المدرب ما يسافر اجازه ويرجع ان شاء الله، نظبط كل حاجه ان شاء الله. كابتن وائل، ابرز اللقطات الفاصله في عمر المنتخب الوطني، لان المنتخب الوطني اغلب اللي بيتابعوا او كل اللي بيتابعوا كانوا بيتصوروا ان الوصول للدور ربع النهائي سيكون عمل اعجازي، وصل المنتخب باداء مقنع ومقنع للغايه باوقات اضافيه مددت لتصل الى مباراه ونصف المباراه تقريبا، السر وراء الاستمراريه اللي بلغها المنتخب الوطني؟ يعني الحمد لله الروح زي ما قلت في الاول، الروح اللي اظهرها اللاعبين، الاخلاص في الاداء، تنفيذ التعليمات، الالتزام، كل ده هو اللي وصلنا للنقطه اللي احنا وصلنا لها في نهايه البطوله، وصلنا لضربات الجزاء، ودي زي ما بتقال ضربات الحظ، انما الحمد لله اللعيبه كلها اجتهدت في حدود المتاح بتاعها وحدود الامكانيات. لازم برضو نحترم فرق الامكانيات اللي بيننا وبين المنتخبات اللي احنا بنلعبها، امكانيات بدنيه، امكانيات فنيه، لعيبه بتلعب في اعلى المستويات، عندنا الامور برضو التنظيميه في الكره المصريه فيها بعض القصور شويه، انما ان شاء الله تتعدل باذن الله. انما المهم ان احنا كسبنا جيل جديد من اللاعبين، اكتر من 15 لاعب ما لعبوش في كاس امم افريقيه قبل كده، يخوضوا تجربه زي دي قدام منتخبات زي كده، ان شاء الله هتبان نتائجها الفتره اللي جايه. كابتن وائل، اذا كنا كسبنا جيل محترم وجيل بيخوض غمار المباريات الدوليه الاولى، فاحنا كسبنا جهاز فني برؤيه فنيه محترمه، والكل تقريبا الشارع الكروي المصري بيتحدث عن المستوى الخططي والانضباط، رص اللعيبه بشكل محكم من كارلوس كيروش والجهاز الفني، بعيدا عن المناوشات اللي حضرتك كنت بتذهب اليها مع بعض الحكام، لكن المستوى الفني، القياده الفنيه، شكل التعامل الفني المنضبط للجهاز الفني واللعب. يعني الحمد لله الناس كلها اجتهدت، وكلنا بنخدم بلدنا وبنخدم المكان اللي احنا شغالين فيه والعالم اللي احنا بنشتغل تحت رايته يعني، فكلنا اجتهدنا بداية من المدرب اللي ليه فضل كبير جدا، وانا من خلالك بطالب الناس ان هي تدي الراجل ده حقه اكتر ما هو يعني الناس بتتعامل معاه، بصراحة احنا مش مدينه حقه في التعامل وفي التقدير وفي كل اللي هو عمله للمنتخب في الفترة الوجيزة اللي اشتغل فيها. كابتن وائل، الفترة وجيزة لكن بصمة واضحة، واضحة من تجاوزنا لدور المجموعات، عمل فني الكل بيتكلم فيه، حضرتك اتكلمت على حجم الفوارق الكبير احيانا على مستوى التعامل الفردي، لكن بناء المجموعه، شكل الانسجام، النسق الخططي اللي الكل كان حافظه، كان موضح بالفعل ان في بصمه للمدير الفني. حضرتك اتعاملت مع مدارس فنيه كتيره في مصر وبره مصر، ايه البصمه المختلفه اللي بيملكها كارلوس كيروش، وحضرتك لك سابق خبره مع المدرسه البرتغاليه؟ يعني الانضباط والالتزام اللي عنده، والروح، الروح اللي احنا كنا وصلنا لفتره ان احنا مفتقدينها في المنتخب وفي اللعيبه اللي بتلعب تحت شعار المنتخب مصر، الامور دي كلها كانت واضحه جدا جدا مع كارلوس كيروش الحمد لله في الفتره القصيره جدا اللي اشتغل فيها. كلنا عارفين ان عشان تبني فريق وتبني منتخب تحديدا كمان، ان المنتخب بيتجمع من انديه كتير جدا عكس النادي، النادي المدرب بيشتغل معاه كل يوم، فالمدرب بيبقى متابع حاله اللاعبين بشكل جيد، فبناء على كده وبناء على الكلام اللي انا بقوله ده
الراجل يستحق تقدير كبير جدا 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 من اللي احنا شايفينه من الاعلام الرياضي المصري تحديدا. اشوف ان هو لازم يحترم اكتر من كده، لازم ياخد حقه اكتر من كده. اللي اشتغل في الكورة عارف ان الفترة الوجيزة الصغيرة جدا دي صعب ان تحقق النتائج اللي احنا حققناها الحمد لله الفترة. اخيرا كابتن وائل، عشان ما اطولش على حضرتك، بدأت الكلام في الاعداد للمواجهتين الفاصلتين ولم يفصلنا عنها الا قليلا. لسه احنا واصلين حالا، وباذن الله الراجل ياخد اجازه بسيطه باذن الله ونرجع نكون مجهزين كل حاجه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن.